الحمد لله. البطء اللي كاين شويه الحمد لله الحمد لله. القضاء راه كيمشي مع الصلاحه ديال الاغلبيه ديال المواطنين وكيمشي مع الوثائق، لان الا ما كانوش الوثائق راه ما كاين والو. شنو واحد الغليان داخل القاعه؟ الناس ما سمعتش مزيان، كتعب الحكم ضدهم، لان غير البارح في المحكمه الاداريه، رفضوا الطلب، واش فهمتي؟ وخافوا الناس يكون نفس السيناريو. ولكن الحمد لله الامور. وشنو مضمون المنطوق فيه اليوم؟ هو مضمون ديال المنطوق فيه اليوم باقي خويا ما شفناش. المنطوق هو انه رئيس الجلسه فهو قال لي بان الحكم بان تم رفض هذاك الطعن ديال بقى واحد، لانه ما كانت واحد المجموعه كلهم داروا التنازل ديالهم، بقى واحد اللي بقى شاد في هذاك الطعن فهو رفضوا لي هذاك الطعن ديالو. الحمد لله شكرا. 1200 ديال البشر، اللهم اين هذا المنكر زعما تحكم في صالح بزاف. واش واحد باش يقتل 1200 ديال البشر؟ دونك حنايا كان علاش كان ديك الغاليه؟ لان كان بحال واحد سوء الفهم، حتى ديجا ما كنسمعوش مزيان، ومع الاصال كانت عامره تبارك الله بالناس اللي معايا في المداد المتضررين، دونك ما سمعناش بزاف. دونك شنو طرا دابا باش فاش وقفنا ديك الوقفه وداك الهيجان اللي كان طلبوا قال لك يدخلوا جوج الناس. دخلت انا واحد الاخ ديالنا دوينا مع رئيس الجلسه، قال لك راه الحكم راه ما فهمتوناش، راه خسر يحكم على حسب الاقوال ديالو. قال لك تم طلب الطلب ديال الطعن ديال اللي كان طاعن ضد المكسيك. دونك كيظهر لي ان عاد الناس عاد تبحل واحد المساله ديال الثقه اللي ما بقاوش. دابا تخلعنا، لان واحد النوبه راه عقلتوا راه انتم تابعتوا معنا هذا النهار، كانوا خرجونا من القاعه واحد النهار وقال لك راه مازال ما غيحكموش على الوراد من الورادي. الاخر خرجنا وما يقول لك راه خرج صلاح مؤقت. دونك كتفقد شويه الثقه. حنا الحمد لله المنظومه ديال القضاء كنثقوا فيها، ولكن راه تعرضنا بزاف الظلم، وهذا ما بقيناش كنصبروا. ثاني النقطه اللي هي مهمه، لان دابا هذه راه تحلها واحد الشجره اللي كان هذه القضيه في صالحنا. اما المشكل الكبير اللي عندنا هو لاتونسيون ديال لو طون، ما بقاش عندنا الوقت. اجوردي المشروع ديالنا كيمشي كيتهالك كيطيح، والناس باغيين يدخلوا باش يسيزيو، وكاين الذئاب كدور هذا المشروع اللي هما قراب من الناس اللي تشدوا. دونك اجوردي اللي بغينا حنايا هما ان المشكل الكبير اللي عندنا هو الكيتوس ديال المكتب ديالنا، لان درنا مكتب قانوني وبغينا نفهموا علاش كاين هاد التماطول، علاش كاين الحكم ضد 1200 ديال البشر في صالح واحد مثلا باشا ولا عامل. اشنو في صالحه؟ إلا وقفنا هذا المشروع شنو صالحه؟ غيضر 1200 ديال البشر. دونك حنايا كنتمناو هاد الناس يرجعوا يحاسبوا راسهم ويرجعوا الناس الحاجه ديال المعقول، لان ماشي لا يمكن ان باشا يرفض لك جمع عام بدعوى ان مقر الوداديه ما كاينش في المنصوريه، وفي الاخر نطيحوا على دوكيمون كيبين بان مقر الوداديه كاين في المنصوريه، والمشكل هو ان تحكم ضدنا، هذاك الحكم تحكم ضدنا، ما يمكنش عباد الله. واش هاد الناس هادو شنو هو الهدف ديالهم من هادشي كله؟ راه باغيين عديورهم، راه ناس مشاو انفيستاو عباد الله، راه كرهوا الجاليه في البلاد ديالهم، راه مع الظرفيه الحاليه ومع هادشي اللي كيطرح، راه ماشي في صالحنا، ماشي في صالح الدوله ديالنا، راه مازال عندنا الحمد لله ثقه في المنظمه ديال القانون ديالنا ديال الاداره ديال داكشي، ولكن راه كتفقد راه ولادنا وولاد الجاليه وداكشي راه فقدوا الثقه عباد الله. وكنتمناو في هاد المنصة ديالكم الله يجازيكم بخير حتى نتوما وتنصحونا ان شاء الله. الله يوفقك. شكرا توصلوا الصوت ديالنا. شكرا. انا خويا دابا عندنا الملف ديالنا باقي في القضاء، اش غادي نقول باقي في القضاء؟ هو تيقول لك تحكم لينا بان صالحنا الحكم، ولكن انا لحد الان حنا ديك القضية اللي طرف في وسط القاعه، لان حنا ما قال لك القاضي ان ما فهمناش، اصلا هو ما فهمناش. المهم الوقت اللي دخلوا الاخوان وعيطوا على قال واحد يجي لعندي، القاضي عيط لي قال لك اودي راه كيمثلكم، شي واحد كيمثلكم كيمثلنا. قال لك المكتب راه هذا الشيء الحكم راه في صالحنا حنا كمتضررين، اللي المهم الاخرين اللي عدم قبول الطعن اليوم هما كانوا دايرين الطعن بعدم اهليه المكتب، قبول الطعن الناس اللي طاعنين عدم قبول ليهم. المهم حنا معليش، انا دابا حاجه وحده اللي غادي نقول لك، انا ما غاداش نقدر نقول لك انا خارجه فرحانه، ولا غادي نقول لك ما حديك باقي ما شفتش نسخه الحكم، ما نقدرش نقول لك حنا خويا فرحانين، حنا باقي كنستناو، حنا ما غاداش نمشيو من هنا حتى نشوفوا النسخه ديال الحكم. يعني دابا غتبقاو هنا حتى تشوفوا النسخه ديال الحكم؟ نسخه الحكم واش كاين لصالحنا ولا ماشي لصالحنا، فهمتي؟ حيت ما يمكنش لينا خويا، لحقاش
حنا عيينا وعيات بينا الوقت حقنا او المكتب راه حقنا. حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي ماشي هي. حنا كنطلب ما فرحانينش اخويا، ما نقدرش نقول لك انا فرحانه، ما حدي باقي ما شفتش النسخه ديال الحكم بعينيا ما غاديش نقول لك فرحانه. قال لك القاضي قال لنا ان الحكم في صالحنا ولكن خاصني نشوفه، ما بقاش عندي الثقه. قوت هذا الشيء الان فقدتوا الثقه؟ الثقه في الله سبحانه وتعالى. وحنا ديما حنا كنقولوا الثقه عندنا في الله، والثقه عندنا في جلاله الملك نصر الله على البلاد واللي كنثقوا فيه من غير شي لاخر ما عندناش الثقه، ما بقاش عندنا الثقه. لحقاش اخويا حنا انا من 2015 وحنايا كنعانيو، وضرب اخويا بنتي راه كانت غير صغيره راه كبرات، انا مباركه عليا. ما حدي باقي ما شفت حتى شي حاجه، ما نقدرش نقول لك اخويا حدي ما تيقول لنا شحال من حاجه كتقول لنا، تيقول لنا صافي راه حكا صالحكم، ملي كنجي نشوف لقيت حتى حاجه ما كاينه في صالحنا. علاش هذا الملف، علاش هذا الملف طول بزاف في نظركم انتوما؟ واخويا اش غادي نقول لك، ما فيت العقل غتقد عليها، راه الناس اخويا راه متضررين، الناس اللي غادي يدي الملايير. حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا غير الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا غير دويره حنا ولينا منصوب علينا. على حنا دابا انايا اختي مسكينه اللي عاطيه 60 مليون باقي غادا ترجعها، باقي غادا تجمع. حنا دابا ما تشوف غير دابا حنا حاليا حنا غير 10000 درهم اللي بغيتيها ما بقيتيش كتجمعها، ما غاداش تلقاها، بالاخص مع الغلا اللي ولينا فيه وهاد الاسعار اللي طارت علينا. خويا اش غادا نقول لك؟ حاجه غادي نقول عاش الملك الله ينصرنا. شكرا. شكرا شكرا. اذا مشاهدينا الاوفياء كيف ما سمعتوا معنا، كانت هذه ارتسامات وتصريحات ديال احد المنخرطات داخل هذا المشروع اللي عمر كما قلنا طويلا داخل ردهات المحاكم، خصوصا المحاكم الاداريه. الان نوعا ما هاد المنخرطين والمنخرطات استبشروا خير بهاد عدم يعني قبول الطعن المقدم من طرف احد المنعشين العقاريين اللي كان طعن في هاد الوداديه اللي حاولوا هاد المنخرطين انهم يشكلوها. يعني هذه مده ديال سنه ونصف يعني هما في هاد الملف هذا. المهم الان حاولنا ان نحط لكم بعض الصور اللي نحطكم قرب من هذا الملف هذا. لا زالت هناك العديد من الامور الغامضه داخل هذا الملف. اذا على امل اللقاء بكم مره اخرى في بث مباشر، تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.